بتكلم لكم عن سالفة أحلى اللي هي الفشل. وكثير منا يعني يقول أنا فشلت، أنا مدري إيش، أنا تعبت وسويت زي كذا بس ما حد دعمني، ما حد أعطاني وجه، ما حد مدري إيش. كثير نسمعها صح؟ بعطيكم سالفة بسيطة اسمعوها أنتم وأنتوا اللي حكموا وش تعريف الفشل وكيف إن الواحد يفشل ولا لا، وهل الفشل ممكن يصير نجاح للشخص نفسه ولا لا. في بنتين يلعبون شطرنج ممتاز. الأولى كذا من رب يعني صدفة حظ، الأولى ما تلعب إلا مع ناس أضعف منها، والثانية من قرابة حظها ما تلعب مع ناس إلا أقوى منها. ممتاز، الأولى تلعب مع ناس أضعف منها والثانية تلعب مع ناس أقوى منها، من اللي بيفوز دايم؟ فكانت الأولى دايما تنجح وفرحانة لأنها تلعب مع ناس أضعف منها، والثانية دايما تفشل وتعصب لأنها تلعب مع ناس أقوى منها. طيب تعال نشوف بعد شهر كيف النتيجة. الأولى دايما تفوز وما في أحد أقوى منها فما تحلمت شيء، قاعدة على نفس المستوى. أما اللي كانوا يقولون عنها أنها تفشل كانت دايما تحاول تدور طرق وتفكر كيف أنها تفوز على الناس الأقوى منها، فبعد شهر تعلمت أشياء كثيرة. فيوم لعبوا البنتين بعد شهر مع بعض تتوقعون من اللي فازت؟ واضح الإجابة صح؟ ما يحتاج أقولها. السؤال اللي ينسأل الحين، هل الفشل اللي كانت تفشل ذيك البنت يعتبر فشل ولا نجاح؟ فكروا فيها وأطبق هذا الشيء على نفسك. كذلك ترى معناته أنك لما تفشل في مشروع ولا تفشل في موضوع ولا في أي شيء ترى مو معناته أنك أنت ما تعرف، معناته أنك تلعب مع ناس أكبر منك أو أقوى منك، فعادي طبيعي جدا. ولما تنجح دائما وكل يوم ترى مو معناته أنك كويس، ترى قاعد تلعب مع ناس أضعف منك. فهذا الفرق، يعني ما في أحد اسمه أوه هذا ناجح هذا فاشل، لا الفرق اللعب تلعب مع مين.